بسم الله والحمد لله والله أعلى وأهل. وإنهم لا يصدون عن السبيل، هذا القرناء اللي قيدهم ربي الشياطين، وإنهم لا يصدونهم يبعدوهم عن السبيل عن طريق الله، لا رأوا ولا يسموا، صم بكم عمون فهم لا أكل سواد الريان ولا بنديما، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون ولا يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال كان مهتدي. باي راني بريب هاي هاي راني بنالي رينك ربي فضح فضحك، وانت كنت مستغل لجهل اغلب التوانسة اللي عظموا شأنك، وانت لا تنسي شيء، بل انت تجرأت على الدين الحنيف وكنت تحايل باش تبقى في سلطانك وتبدأ تواصل في هدم تبقى من الدين. انا رينا التوانسة ويوم في نخزيك عن العينوت لعينوت اللي غطاهم حتى فات الروس من فاسد أكل فرون ذاك فرون ساتانيك اليوم تحت الهموم الكل موت في أبتي بور إن بوليتيك ساتانيك تبا أبوار لسالير تكوميا. حط في بالك يا تونسي، يا خادع يا مخادع، يا جبان يا مستغل، كما تكون تصديق الناس لأتباعك لك، وأنت لا تقودهم إلا إلى ويلات دنيوية وأخرى برزخية وختامها غير مسكن، لأن الختام يكون ختام أبدي في جهنم التي لا فيها نعيم ولا فيها إلا شر مقيم. والسلام على من أسلمه الله إلى الإسلام، فهنيئا لنا نحن أهل الإسلام، نحن من اخترنا الله لنكون كلا، ليكون جهادنا حقيقة جهادا صادقا، ومن صدق في جهاده حق على الله أن ينصره، إما بشهادة تلحق بإخوان الذين إخوانهم الذين سبقهم بالإيمان، ولا تعطيهم فرصة في هذه الدنيا بنصر يمقتكم ويذلكم ويضيق عليكم الخناق، وانتم كلكم على تكرهونا، لأنه تاروا حين ربي يغرينا بكم سنلحق بكم الأذى والخسارات اللي لا كانت على بال، وبعضكم الذي مش يكون الأسرى سنقيم له حساب بعد تدقيق فيما مضى من إجرامه اللي غطاه بكل عناية، وعوانه في الشرق والغرب عاونوا على ذلك، يشيرون عليه يقولوا رد بالك تخلي الأثر الفلاني، هياك وتغفل عن المؤمنين، أضربهم شوهم. يا أنت بيضة في يد أعداء الإسلام من شرق وغرب، فانتظر العقاب من الرحمن. راح ننصحكم عجلوا بالخلاص بل أن يحق عليكم القول وتبدأوا نادمين. هاو الآيشة ما تقول، وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال جاءنا الواحد منهم البشر ولا معها الكومبانيون ناس الأرب، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق، كل واحد منهم قال الآخر يا ليت لو كان بيني وبينك بعد بعد المشرقين، فبئس القرين. وقت كل واحد يحكم على الآخر، قال لي القرين نتاعو الكومبانيون إلي لو بلو بيرفيد إي لو بلو نوزيبل، والسلام على أهل الإسلام. ولن ينفعكم اليوم أي يوم إحقاق الحق إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون. لما تركونا في الدنيا فساد، هذا قوي هذا منذ شياطين الإنس والجن، وغاديك كذلك يا لما تركونا أبو زاد لي جون دو هيلفاير سادي دو لنفير. أبا أنت تسمع الصم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف علم الرحمن باش يكون واقعي،
أما أنت تسمع الصم أو تهدي العمية وهذا عند التواسى بالأحساب. أما أنت تسمع الصم أو تهدي العمية ومن كان في ضلال مبين. أنتم زادين بزاني قارمو ترزيبين أنتش كتاب أو نورن. فإما نذهب أن بك يلتحق بالرفيق الأعلى فأنا منهم منتقم ونرى نتيجة سيلا بوجوز ديبين. أو نورينك الذي وعدناه إذا كما زلت في الأرض فإن عليهم مقتدرون يقدر ربي بكل وقت يبدلهم دوسياتهم كما قلنا بيان في السري ولقوا ما في الدوسي من أسرار ما لا كانوا ساعين ألا تفوه رائحة ما صنعوا وما قالوا وما شروا به وما اشتركوا فيه من مؤامرة على النهضة وغير النهضة الربانية لأن النهضة بالكلية. وعلى دائما نحذر الرئيس من بطانة السوء لأنه أنت فيه مش مش يدوم. حطي بالك فما ناس من ربي يعطيهم حق عليك وأنت اليوم تخدم خدمة عكس اللي أنت تخدمت عليها. تخدم الخدمة باش تفرح أعداءنا. حط بالك أن ليس هناك من يغير علينا مثل المولى. ولهذا رد بالك إذا كان أنت ناوي تتقرب إلى الله بما أنت صانع الآن ضدنا وعلى حسنية وعلى سونية دائما يعلمه الله إلا الله. فأعلم أن مصيرك لا يكون كما زين لك قرينك لأن كل واحد منا عنده قرين. أحنا كما تقول أنت تخلصنا منه نستعرف بالشياطين وأنتم أهل السياسة أغلبكم واقعين في هذه المصيبة مصيبة القرين. نحن ننصح الرئيس أن ينزع نفسه ويخلصها من اتباعه لقرين السوء. نحن نحرص على إصلاح حالنا وإصلاح حالكم إن كنتم تفقهون. نحن على دعوناكم إلى كلمة سواء ألا نشرك بالله شيئا وأن لا نقول ما يغلبه وأن لا نفعل ما من حذرنا الله منه. والسلام على أهل الإسلام.